كنا عم نحكي عن هل ستصوت للرئيس بري أم لا، ولماذا لست مرشحا لرئاسة مجلس النواب. طبعا كان في جواب أنه الأمر لا يحتاج إلى ترشح، إنما هذا المنصب لا يكون بإعلان ترشيح معين، إنما يكون بالتصويت لأسماء معينة. أنتقل إلى موضوع تصويتك أو عدم تصويتك للرئيس بري. كنت عم تقول إنه خلال الجلسات أنت متناغم معه، يعني خلال الولاية السابقة، وهذا كان واضح داخل مجلس النواب. بس بالنسبة للتصويت نهار الثلاثة، ماذا عن جلسة الثلاثة؟ كنت عم بقول انه كنائب شيعي بين الهلالين انا مرشح طبيعي، بس مش معلن ترشيحي لسبب بسيط، انه انا مش مرشح تقليدي ولا طارح ترشيحي، بمعنى عم بعمل اتصالات ولن اقوم باتصالات، لانه شايفها ماشيه انه الرئيس بري رح ينجح واخد 65 67 صوت، بتصير قصة عبثية بالمفهوم الشخصي ومبارزة بغير محلها، طالما انه بس تسجيل موقف. مش هيدي النقطة. وقت اللي بدي اترشح معناته ترشح جدي وعم بعمل حملة، بينما لما سبق الرئيس بري وعم بيأمن اصوات وقطع ال 67 بقول انا صار جاي، صارت القصة مثل نكتة، ما بعمل نكتة بحالي. من ميلة تانية التصويت، عم برجع اقول ما في خلاف، ولكن انا غير راضي على دور المجلس بالاربع سنوات اللي كانت فيها. دور المجلس برئاسه الرئيس بري كان يغلب التسويات والحصص والتقاسم، لانه رئيس بري شخص سياسي والتسويه جزء من شخصيته. التسويات وصلتنا الى كارثه، دمرت الدوله، مش مسؤول عنها الرئيس بري، مسؤول عنها التركيبه فيها الرئيس بري، فيها كل القوى السياسية. فضل التقاسم الدولي تاخذها شقف كل واحد منهم لإله ويزرعوها بجامعاتهم بأزلامهم بموظفينهم، من راسها لكعبها، من قضاتها لضباطها لمؤسساتها، بشكل وصلنا للكارثة اللي نحن فيها اليوم. نحن ما يحصل معنا اليوم نتيجة تراكم، وقلت أنا بوجود الرئيس بري بالمجلس، مجلس النيابي هو أم السلطات في هذه الجمهورية، هو اللي بيجيب الحكومة وهو اللي بيجيب رئيس الجمهورية باسم الشعب اللبناني. نحن بنمثل الشعب اللبناني، لما انتخبونا الشعب لحتى نعمل لهم إدارة للدولة ونحاسبها ونراقبها من خلال مجلس النواب. دور المجلس في كل الفترة السابقة برئاسة الرئيس بري وعضوية القوى السياسية معه لم يكن يوما من الأيام بمحاسبة وزير ولا بمحاسبة حكومة ولا بكشف حساب ولا بتحقيق لجنة تحقيق برلمانية في أي من المواضيع الكبرى التي كانت تجري بالبلد. أنا مش راضي على دور المجلس اللي صاير، ما رح صوت على الأساس، ما إلها علاقة بشخص الرئيس بري، إلها علاقة بالبنية يلي أنا موجود فيها. طيب ليش؟ أنا لما بقدم من سنة 2019، اسمح لي، طلب لجنة تحقيق برلمانية بمخالفات الخليوي، ما بتنعقد وما بتنحط بالجرور بمجلس النواب. بطلب لجنة تحقيق برلمانية مناقشة ولجنة تحقيق برلمانية بموضوع المخالفات الدستورية والقانونية بالمالية العامة للدولة بمصرف لبنان، بنحط بالجرور. نطلب رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عاما بالتعيين والانتخاب، وخضوع كل من يتولى منصب للتحقيق عند اللزوم عند القاضي، كله ما بيطلع. طيب لما انت لا حسبت ولا راقبت ونبح صوتنا، املاك بحريه ومجلس المعمار وميدل ايست ومصرف لبنان وريجي وكل بنيه الدوله، ما في شيء ما تطرقنا عليه وما تحاسب وزير. لو نحن حسبنا حكومه او وزير وحبسنا حدا، لانه نحن محكمه بنفس الوقت عند اللزوم، المجلس ميت، هو المسؤول عن الكارثة تبع البلد، أنا مسؤول عن كلامي مش الحكومات. الحكومة موظف عنا ونحن بنمثل الشعب، نعمل قوانين نحن، بس في وظيفة تانية أهم من القانون ما عملناها بالمرة، المحاسبة. ما حسبنا وزير ولا حكومة ليه؟ لأنه الوزراء اللي جوا تابعين للكتل، بالحكومة تابعين للكتل. أنا القاضي من هون وأنا الحرامي هونيك، كيف بدها تركب؟ ما بتركب.
طيب يعني هيدي اذا القاضي نفسه هون، انا هيدا الوضع اسمح لي شوي اللي صار اليوم. نحن انا يائس من هذا المجلس من الفتره السابقه وحكيهم وعلى شاشتكم وبكثير مؤتمرات مباشره، ما خلينا شيء بينحكى، ما بينحكى بدون تهجم وإساءة للناس على المستوى الشخصي ولكن بالمستوى المهني والقانوني. طيب اليوم انا وشو صار يعني بعد مستمر الوضع، بعده مستمر، شو بدك تعمل يعني ازاء هالامر؟ كيف بدك تتحرك حتى هالوضع ما يضل يعني 4 سنين وعم بتعلي الصوت وعم تحكي الامور مثل ما هي وما في شيء تغير؟ فأذن رح نضل مستمرين بظل رئاسة جديدة للرئيس بري على نفس المنوال. المسؤولية برجع بقول الرئيس بري مسؤول عن إدارة الجلسات، بس الرئيس بري منه شخص واحد، في منظومة بالمجلس كانت مؤلفة من قوى سياسية بدير الرئيس بري المجلس، لكن نظام المجلس القائم من سنوات من 2005 وقبل لليوم قائم على المحاصصة، قائم على عدم المحاسبة، قادم على كل شيء ما عدا المصلحة العامة تبع الناس. ما وصل، نحن ما اخترب بيتنا من أول جلسة سقى بالرئيس الحريري بال 2019. قلت بكلمة واضحة يا خيي نحن عم نتدين بال 2019 قبل 17/10. نحن عم نتدين وما رح نوفي الدين، والدول اللي عم بتديننا وما رح نوفي الدين وعارفة. ليه عم بيدينونا؟ بيقول لي الرئيس الحريري هيدي ثقة. قلت له مش ثقة، يوما ما بدنا نفلس بده يقولوا لنا يا افلس يا بدكم تبيعونا شيء، يا توطين يا شيء لإسرائيل، لأنه ما في شيء بيجيب لك مصاري إلا تعطي شيء لإسرائيل. اليوم بيقول لك بدنا نبيع سلاح المقاومة، شوي بيقول لك بدنا نعدل الترسيم البحري، شوي بيقول لك قبول بالتوطين، هول بيجيبوا لك مصاري اليوم على لبنان لحتى يشيلوه. طيب اذا بتطلع بهالموضوع هيدا ما كنا مضطرين، بيقول لك الامريكان محاصريننا. لا حبيبي، نحن فلسنا حالنا وسرقنا حالنا وصلنا حالنا لهون، واجا الامريكاني عم يستثمر جرائمنا جوات بيتنا بدل ما نحن نكون ساترين حالنا وعاملين الشغل مثل ما لازم. طيب لما بتخلع بابك وشباكك وطاقتك ما فيك تصرخ لجرجع حرامي عليك، بتكون انت المسؤول. اليوم بهالوضع هيدا بصراحه انا مجلس النواب يا ما كنت قايل بدي فل، ما فليت لانه صارت 17/10 اعتبرتها وطاوي كب حالي من المركب. لكن برجع بقول لك اليوم بتقول لي فت على الجلسه، بقول لك ايه بعد عندي امل، بقول لك ايه اليوم انا بقول لك في امل وامل كبير، بس كيف شرط كيف؟ هل سرئيس هل سينتهج الرئيس بري سيكون شخصا اخر ويلزم المجلس والقوى السياسيه رح تتغير جوا؟ لانه الاغلبيه القديمه تقريبا بعدها هي ذاتها، بكره بتكرج الامور وكله بيرجع بيفوت ببعضه. هلا اليوم نحن سيد جورج نحن بوضع افلاس، الدوله مصاري، في مصاري بالدوله؟ لا. طيب كيف بدك تجيب مصاري؟ بيقولوا لك في 3 مليارات بدنا نعمل خطه تعافي نجيب من برا، وبقول لك بنحط ايدنا على المصاري تبع المودعين هودي الباقيين 6 7 8 مليارات. خي انا مسؤول عن كلامي قدام الراي العام اللبناني. اذا المجلس بيشتغل مزبوط 35 مليار نحن بنجيبهم باربع اشهر، لانه المصاري اختفت من لبنان. كيف بدهم 35؟ كيف كيف 35 مليار؟ كيف 35 مليار باربع اشهر؟ المصاري ما بتتبخر، المصاري بتنتقل، ما تبخروا ال 120 مليون دولار وال 100 مليون دولار من لبنان، نقلوا من محل لمحل، نشوف بالمحل اللي نقلت عليه.